فكرتيني كلها. بالسلالم، انت كان اول كليب لعمرو دياب وانت نازله على السلالم، وانا واحنا على السلالم. ده كان ايه؟ لا ما تحرجنيش بقى، انا مش فاكره الاغنيه. ضحكه عيون حبيبي، صح؟ بتهيألي ضحكه عيون حبيبي. ده كان فيه، كان من الحاجات يعني المميزه جدا ولغايه دلوقتي ناس انت اللي طلعتي في عمرو دياب يعني بستغرب ان هو بقالها يعني سنين طويله بس لغايه دلوقتي معلمه مع الناس يعني. طب انا عملت برضو حاجات تانية كتيره مختلفه بس لغايه دلوقتي اول ما اول حاجه يفتكروها انت اللي طلعتي مع عمرو دياب في اغنيه على السلالم. السلالم. وكان ايه، كان كنت على كوبري قصر النيل باين. ايوه ايه بقى في الزمالك. الكوبري ابو العلا، ابو كان في ابو العلا اللي هو دلوقتي من زمان من فتره طويله اتقفل واتشال. وكانت السلالم، فكان من الحاجات الحلوه جدا اللي اتعملت. ضحكت عيون حبيبي، ضحكت ليها الليالي، سافر قلبي الحبيبي، سافر بعد انشغالي، سافر عند القمر، سافر عند القمر، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، وعشقنا عيونك يا